لنقف صفا واحدا لنمثل حضرموت كاملة. تمضي حضرموت رسميا وشعبيا في تعزيز مكانة الدولة وعمل مؤسساتها في المحافظة، لتصبح أشبه بصخرة صلبة تتكسر عليها مشاريع الفوضى والخراب التي تتبناها ميليشيا الانتقالي، والتي لا تدخر جهدا في محاولة إرباك المحافظات الشرقية. فمنذ الوهلة الأولى لمحاولة ميليشيا الانتقالي التسلل إلى حضرموت بعد أحداث شبوة الدامية مطلع أغسطس من العام 2022، شكلت حضرموت حائط صد أعاق تمدد الميليشيات شرقا. الرد الحضرمي القاطع لتسلل الميليشيات إلى المحافظة شكل ضربة قاسمة منيت بها تلك الميليشيات التي باتت أشبه بشركة أمنية تسعى لنقل الفوضى والخراب لتمرير أجندات جهات خارجية لديها مطامع جيوسياسية في الجغرافيا اليمنية. محافظ حضرموت مبخوت بالماضي، وأمام أكثر من 50,000 متفرج اكتظت بهم مدرجات استاد سيئون الأولمبي، كانت له كلمة وجهها لملايين الحضارم خاصة ولليمنيين عامة في الداخل والخارج: إننا نتوق للسلام ونتوق للتنمية ونتوق أيضا للاستقرار، نحن نريد أن نعيش سلام نعيش تنمية. عبر فيها عن توق حضرموت للحياة والسلام والتنمية، داعيا للوقوف مع السلطة المحلية والدولة في تثبيت الأمن والاستقرار. زيارة نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح ولقائه بشخصيات حضرمية تأتي في سياق تعزيز حضور الدولة والسلطة المحلية، مؤكدا على أهمية دور محافظة حضرموت في انتشال الدولة اليمنية في هذه اللحظة المفصلية، ومحذرا في الوقت ذاته من خطر الميليشيات شمالا وجنوبا على حضرموت خاصة واليمن بشكل عام. أنا أقولها لكم بكل صراحة، لا نريد ميليشيات حكومية، نريد دولة حقيقية. المنطقة الأولى والمنطقة الثانية هي الذراع العسكري للمحافظة. تأكيد كل من محافظي حضرموت مبخوت بن ماضي ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح على دعم حضور الدولة أزعج ميليشيا الانتقالي التي لا يروق لها أي توافق وطني حقيقي ينهي مأساة اليمن التي تشارف على دخول عامها التاسع. هكذا تسطر حضرموت ملحمة وطنية في مرحلة فارقة تعيشها الدولة اليمنية التي تمر في أسوأ مراحل ضعفها في ظل سطوة الميليشيات شمالا وجنوبا. فهل سترجح حضرموت كفة الميزان لصالح الدولة اليمنية، أم أن الميليشيات ستدخل اليمن في دوامة صراع قد يغيب معها الاستقرار لعقود قادمة؟